بداية المخزن واعر بزاف في البلاد، عنده القوالب ديال كل شيء للتخلص من أي حاجة كتعثر الطريق ديالو وفي أي وقت، باش يتخلص من تزايد عدد المحميين المغاربة اللي تزادوا بزاف في نهاية القرن التاسع عشر وطيلات النصف الأول من القرن العشرين حتى 1956، أشاع القياد فكرة أن سبب اختفاء الحبوب من الأسواق راها راجعة إلى احتكارها من طرف الأغنياء، وشجعوا بزاف ديال القبائل باش تهجم على التجار وتقتحم المنازل ديالهم والمخازن ديالهم اللي كانت كتشبه القصور، واتجهت المسألة نوع من التصعيد، وكان بعض القياد يوجهون الغاضبين نحو المنازل وإقامة الأثرياء التي كانت لهم حسابات مع المخزن، وهكذا هاجر عدد كبير من التجار الخائفين اللي حاملين فقط معهم أولادهم ونسائهم والأموال ديالهم ومشاو لفاس متنكرين حتى ما يتعرف عليهم حتى واحد. ومن وصلوا هاد التجار لمدينة فاس بداو تجارة جديدة، وهذا الشيء اللي جعل المدينة تصبح مع بداية 1900 قطب مالي وتجاري كبير منتعش، وشهدت ميلاد جديد من الأثرياء. هذا الأمر أدى إلى أن تصبح فاس عشا حقيقيا لتفريخ الأثرياء المحميين المغاربة، وبمجرد توقيع عقد الحماية مع فرنسا سنة 1912 ولو التجار المحميين أكثر قوة وبأس، ولو البعض منهم كيتنقلوا بسهولة وبلا ما يخافوا بين المغرب وبين فرنسا وداخل المغرب، ومنهم من تزوج نساء فرنسيات، ووحدين اخرين كانوا عايقين بزاف رسلوا ولادهم باش يخدموا في فرنسا ودخلوا المعاهد تماك وقراوا باش يرجعوا للمغرب هازين دبلومات، في حين كانوا الفقراء كينعتوهم فقط راهم ولاو كفار وكيتشبهوا بالنصارى. درت هذا التقديم كامل باش نوصل لحكايه المحمي التاجر اللي لبس عليه الفاسي اللي سميتو عبد الله بن مقته، وحكايته مع المثل الشعبي طالعين واكلين نازلين واكلين. كيقول عبد الله بن مقته: انا محمي ولولا الانجليز لا بطشوا بيا القياد وغادي نترمى في الحبس. هاد الشهاده ديالته منشوره في مذكرات انجليزيه لصاحبها السيد لارونس بعنوان خلف الكواليس فاس، وهو صحفي ورسام بورتريهات. الكواليس الخلفيه اللي كيرويها لارونس في هذا المقطع اللي ترجم العربيه كتذكر فعلا ما يقع خلف الابواب الموصده والمغلقه في فاس خلال الايام اللي تحولت فيها السلطه من يد عبد العزيز الى خوه عبد الحفيظ. كانت فاس هي العاصمه في هذيك الساعة، كتعيش ثورة حقيقية وانفلات أمني غير مسبوق سببه الحرب بين الأخوين. وهنا جبت هذه القصة ديال عبد الله بن مقتة، وهو من أثرياء ديال فاس وأعيانها وحاصل على الحماية البريطانية، وكيحظى بعلاقات واسعة وكبيرة مع المخزن باش يحمي ثروته من النهب. كان عبد الله بن مقتة تاجر كبير وصاحب محلات كبيرة في فاس وخارجها، وكان المنزل ديالو كيجي عنده الجميع من جهات المغرب، وكيزودوه التجار يعني بزاف ديال المعلومات، وكيناقش اخبار التجاره والبيع والشراء، وكان عنده بزاف ديال العبيد في الدار ديالو، وعنده القدره باش يتوسط لصحفي انجليزي عند السلطان. ومن هنا كيبان لنا كيفاش كيتداخل السياسي مع التجاري. اعترف عبد الله بن مقتل الصحفي الانجليزي ان عنده المال ديالو مخزون، وعندما غادر يعني من يمشي المولى عبد العزيز من فاس وغادرت معه رجال المفوضية الإنجليزية ومعهم بقية نصارى، ولا مهدد في المال ديالو لأن واحد من المحاميين اللي كيشوفوا فيه المغاربة راه من الخونة دابا، وأن استقرار الأوضاع مجددا وتعاود ترجع المفوضية الإنجليزية لتوفير الحماية قد تحميه من البطش ديال القياد. عند هذا غادي تنتهي الأيام ديالو في الحبس من طبيعة الحال، وما غاديش يخاف من الجوع، ما غاديش تكسر العظام ديالو من طرف اولئك الذين يحسدونه كيف ما كيقول. المحمي عبد الله كيقول: احنا مؤمنين، نعتقد ان سيدنا المولى عبد العزيز بارك الله في عمره مؤمن تقي ومسلم، ولا نصدق ما يقوله المتطرفون. اشكون هم هاد المتطرفون؟ زعما المغاربة اللي ما حاملينش السلطان عبد العزيز. كيقول عبد الله بن مقتة: ما بغيناش الاموال تصرف على شراء الالعاب والالات اللي كتسير دون ان تجرها الحيوانات، راها مسكونه بالشر وبالارواح الشريره. راه شفنا ان السلطان ركب مره واحد من تلك الالات من مع اصدقاء النصارى وقطعوا بها المدينه في رحلتهم في احدى الحدائق. نساء السلطان ايضا كانوا كيتعلموا التوازن وكيركبوا على هذيك العجلات اللي كنسميوها حنايا
إكالات أمام أعين الرجال. ونحن نعلم أن تلك العجلات ليست للمؤمنين الذين يخافون الله. كان النصراني كيطلوا من شرجم وكيضحكوا على نساء السلطان اللي كيطيحوا على الأرض بديك البيكالات. عندما علمت القبائل بهذه الأمور صاح الجميع عاليا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا نريد المزيد من الأمور. بن مقسى كان غير واحد من المحميين المرفحين، زيد عليهم بعض المركشي الأترية واليهود الصويرة اللي كان بوحدهم قطب مالي مغربي خالص في ميناء الصويرة، وكان حصولهم على الحماية الأجنبية طعنة كبيرة للمخزن. كانوا كيسلتوا باش ما يخلصوش الضرائب بحال داك البرجوازي بن غريط من طنجة اللي حصل على حماية الألمان، وكان كيجي رفقة الوفد الألماني من طنجة حتى لفاس القصر بفاس في انتظار الدور ديالو باش يقابل الملك شخصيا ومحاولة إقناعه بالتعاون مع ألمانيا. من خرج الاستعمار هاد المحميين تحولوا إلى أعيان وتخلقت منهم برجوازية مقابلة مصالحها، وزاد النظام الشحنة في الظهر المعلوف وما كتعرف غير طالعة واكلة نازلة واكلة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.